قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول ربي تباركت أسماؤه وعز شأنه وجل ثناؤه، يقول تعالى في حديث قدسي شريف: أنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، نركز بقى مع المديح سيدنا النبي وخلينا في اللي في ايدينا خلاص نشيله ممكن، عشان احنا عايزين في الحضرة الإلهية وحضرة سيدنا النبي، وانا بعرفش اشتغل وحد مشغول بحاجة سامحوني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي نقول جميعا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا بقلبك، لا إله إلا ما في قلبي غير الله، حسبي ربي جل الله، أنا ما في قلبي غير الله، حسبي ربي جل الله، ناجي وقل سبحان الله، طه الهادي رسول الله، لا إله إلا الله، الله الله، لا إله إلا الله، نعم لا قد جاء في القرآن من بين ثنايا العدنان، ها قد جاء في القرآن من بين ثنايا العدنان أن مرضاة الرحمن أن تقوية الإيمان.
الله الله لا إله إلا الله قد جاء في الأصول من بين ثنايا الرسول قد جاء في الأصول من بين ثنايا الرسول المصطفى حدش بيصلي عليه المصطفى طه المأمول أن مفتاح الوصول في لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد جاء في المكتوب من بين ثنايا المحبوب ها قد جاء في المكتوب من بين ثنايا المحبوب أن تفريج الكروب بأمر علام الغيوب أن تفريج الكروب في لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا اللهم إنا نسألك الرضا واللطف عند القضاء والعفو عما مضى اللهم إنا نسألك الرضا واللطف عند القضاء والعفو عما مضى يا أكرم الأكرمين يا رب إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا لا تيأسا لا 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 تيأسا لا تيأسا من لطف ربك في الحشا في بطن أمك نطفة ووليدا لا تيأس من لطف ربك في الحشا في بطن أمك نطفة ووليدا لو شاء
لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيد. سيدي يا رسول الله، يا نفس طيبي واهنئي بمحمد خير الأنام وسيد السادات، فهو الشفيع. صلوا عليه، فهو الشفيع، فهو الشفيع لأمة سعدت به. أكرم بأحمد منبع الرحمات، نور على نور، سيدنا النبي نور، نور من نور، نور على نور، نور على نور يشع ضياؤه من نور رب خصه بالذات. شرف الزمان بعدله، شرف الزمان بصفحه، صلوا عليه وآله، أعلوا أصواتكم بالصلاة والسلام عليه. شرف الزمان بعدله فتسابقت أمم تبايعه بكل ثبات. يا من ملكت القلب يا روحي، يا حبيبي، يا من ملكت القلب ذاك تحية عدد النجوم وأحرف الآيات، فعلى رسول الله صلي دائما، فعلى رسول الله صلي دائما، تحظى بفضل من إله آتي. طه يا رسول الله عليك صلى الله، طه يا رسول الله الله عليك صلى الله، مش سامع، طه يا رسول الله عليك صلى الله. أقسمت بالقرآن وبسورة الرحمن، أقسمت بالقرآن وبسورة الرحمن، إني صب والهان بحب ابن عبد الله طه.
يا رسول الله الله عليك صلى الله. نمنا ليه أطاها يا رسول الله الله عليك صلى الله. كمان كمان طاها الإنصاف يا حبيبي يا كامل الأوصاف يا معدن الإنصاف يا لين الأعطاف أنا قلبي لنحوك طاف أنا قلبي لنحوك طاف فاقبلني يا رسول الله طه يا رسول الله الله عليك صلى الله كمان طه المعنى حبك يا طه مجمعنا. في حد قاعد ما بيحبش سيدنا النبي يا كامل المعنى يا كامل المعنى حبك يا طه مجمعنا على الصراط تكن معنا على الصراط تكن معنا ننجو بأمر الله 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 عليك صلى الله طه يا رسول الله عليك صلى الله عشنا ومتنا على دينك يا طه احنا محبينك عشنا وموتنا على دينك يا طه احنا محبينك ارقى الاديان دينك اسمى الاديان دينك يا محمد يا يا رسول الله طه يا رسول الله عليك صلى طه يا رسول عليك صلى الله على قدري أصوغ لك المديح ومدحك صاغه ربي صريحة على قدري يا رسول الله على قدري أصوغ لك المديحة
ومدحك صاغه ربي صريحا. ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا. ولكني أحبك. آه والله قلبي مشغول بحبك، ولكني أحبك ملء قلبي، فأسعد بالوصال فتى جريحا، وداوي بالوصال فتى معنا. يا روم يا روم القرب منك ليستريحا. فموسى رد بعد سؤال ربي، وأنت يا جمالك أنت، يا حنانك أنت. فموسى رد بعد سؤال ربي، وأنت رأيته كشفا صريحا. ألم نشرح ورب اشرح، ألم نشرح ورب اشرح، بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه نبينا الهادي، صلوا عليه صلوا عليه صلوا 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 نبينا الهادي صلوا عليه. من معجزاته القمر بذاته، من معجزاته القمر بذاته، انشق لطاغة وسلم عليه. صلوا 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 نبينا آدم دعابه رب أجابه، آدم دعابه رب أجابه، توسل بنبينا فتيب عليه. صلوا عليه الله الله صلوا عليه نبينا الهادي. جبريل أمامه، لكن عند مقامه جبريل أمامه، لكن عند مقامه جبريل أمامه، لكن عند مقامه توقف ونبينا تقدم عليه. صلوا عليه الله الله صلوا عليه نبينا الهادي. الجذع حنى من البعد أنت
حنى من البعد أن البعد أن الجذع حنى من البعد أن لفراق الهادي ونادى عليه صلوا عليه صلوا عليه الله الله صلوا عليه نبينا الهادي قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته المسك والكافور من عرق النبي والورد والياسمين من وجناته ألا فاعلم أن النبي محمدا أغلى السماء والأرض في بركاته ندر علي إذا وصلت مقامه لأمرغ الخدين لأمرغ الخدين في عتباته وأقل لعيني انظري وتمتعي انظري وتمتعي هذا رسول الله هذا رسول الله هذا رسول الله هذا رسول الله أشرف خلقه صلوا عليه وأقل لعيني ينظري وتمتعي هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله أشرف خلقه قمر الله الله قمر الله الله وجل والله جميل حبيبي جميل وجل الله الله قضاء الله مكنون لديه وعهد الله موكول إليه مكنون لديه وعهد الله موكول إليه الله ورب العرش قد صلى عليه 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 فبشرى بالرضا أحباب طه قمر الله الله قمر سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجه وجميل وجميل والله جميل الله الله فليس الحب إلا حب طاغى وليس القرب إلا ساح طاغى فليس الحب إلا حب طاغى وليس القرب إلا ساح طاغى
وليس الشهد إلا ريق طه وليس الشهد إلا ريق طه وليس حبيبي حبيبي وليس الشهد إلا ريق طه وليس النور إلا وجه طه جميل سيدنا النبي وجميل فطه في العلا أعلى علاه الله وخيرته بما المولى اجتباه حبيب الله مولانا اصطفاه حبيب الله مولانا اصطفاه حبيب الله مولانا اصطفاه حبيب الله مولانا اصطفاه وألبسه رداء العز طه الله 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 قمر سيدنا النبي قمر سيدنا النبي جميل 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 والله جميل جميل سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه مولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا النبي صلوا عليك اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه ووالديه الصوت والحس معا عند الشيخ إيهاب يونس متحققان دائما بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أصبح لنا أكثر حلاوة وطلاوة بعد أن أصبح من أبناء سيدنا الشيخ منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ويقول الإمام البصيري في بيت حينما تقف قبالته وتغوص في بحور المعاني فيه فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم نعم من علوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم نعم تفسيرها إذ يخشى السدرة ما يخشى وصل سيدنا إلى هذا القرب وإلى هذا الاصطفاء في معراجه